والمقصود بأن الرحلة كانت سنة عند الماضين وعند العلماء الأكابر الأماثل، كانت الرحلة سنة، حتى كانوا يعدون طالب العلم الذي لا يرحل يعدونه عيبا فيه ونقصا فيه. والمقصود هنا بالرحلة في طلب علم الإسناد، لا سيما الإسناد العالي، الإسناد العالي. فانظر إلى أكابر العلماء رحلوا، ومنهم من يرحل الشهر والشهرين والثلاثة، ومنهم من يرحل السنة والسنتين، بل منهم من رحل عمره كله. فهذا ابن مندة رحمة الله عليه ورضي عنه رحل وعمره 20 سنة، وعاد وعمره 65 سنة، 65 سنة كلها قضاها في الرحلة في طلب العلم، حتى قيل بأن شيوخه نايفوا 100,000، وكانوا يرحلون. والإمام أحمد رحمة الله عليه معروف أيضا بالرحلة، ورحل إلى عبد الرزاق الصنعاني، وجعل رحلته إلى الحج أولا ثم إلى عبد الرزاق، وكان معه يحيى بن معين، فرأى عبد الرزاق في الطواف فقال الحمد لله كفانا المؤونة. فقال أحمد: لا والله، لا والله، النية إلى صنعاء. فلامه صاحبه يقول: هذا عبد الرزاق هنا في الطواف. قال: لا، الرحلة لله. ولذلك تركه وما كلمه حتى التقاه في صنعاء. وكانوا رحمهم الله تعالى منهم من يهلك في المفازات، ومنهم من يغرق في البحار والمحيطات، ومنهم من تفترسه السباع في الصحراء. والمقصود بأن كان لهم شيء عجيب. وابن قدامة رحمة الله عليه يقول: بلت الدم مرتين في طلب العلم من شدة الطلب والتعب والتنقل. وكانت لهم يعني قصص عجيبة جدا. ونحن في هذا الوقت العلم ارتحل إلينا، ومع ذلك صددنا عنه في الغالب، صح ولا لا؟ الآن العلم هو اللي جانا. الآن الجامعات فيها من خيار الأساتذة والعلماء، جاءوا إلينا في أوطاننا وفي بلداننا من بلاد شتى، ومع ذلك تجد التفريط من كثير من طلبة الجامعات، ما يهتبرون هذه الفرصة الثمينة في يعني الأخذ عن هؤلاء العلماء. الآن وسائل التواصل هذه في هذا الفضاء، فضاء الاتصالات وفضاء، أصبح الآن يجعل أكبر الحلقات العلمية في العالم الإسلامي تدخل إلى غرفة نومك، وممكن أنك تتابع العلماء. فالعلم هو الذي ارتحل إلينا.